أدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء في 25 من إبريل عام 1982، فيما عدا الجزء الأخير ممثلا في مشكلة طابة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء. وقد استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف. بعد اليوم 16 من بدء حرب أكتوبر المجيدة، دخلت مصر مرحلة أخرى لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث تم إصدار القرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءاً من 22 أكتوبر من عام 1973، ذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهو القرار الذي قابلته مصر ونفذته قبل خرقه من الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى إصدار مجلس الأمن قراراً آخر في 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. المرحلة التالية من معركة التفاوض تضمنت مباحثات عسكرية للفصل بين القوات، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر من عام 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء الغالية، قبل أن يتم توقيع في 11 نوفمبر من عام 1973 على اتفاق يضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، ومن ثم البدء في تبادل الأسرى والجرحى. واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية هامة في إقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط، لما ساهم به من تمهيد للطريق أمام المحادثات السياسية والتوصل إلى اتفاق فض الاشتباك الأول في يناير من عام 1974 واتفاق ثان في سبتمبر من عام 1975. الخطوات المتلاحقة على صعيد تحقيق السلام وعودة الحق المصري شهدت مبادرات من الرئيس الراحل أنور السادات لزيارة القدس في نوفمبر من عام 1977 وإلقاء كلمة بالكنيسة الإسرائيلي طارحاً مبادرته، التي لم تخفل تأكيد مصر أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية لضمان استقرار المنطقة برمتها. وفي مؤتمر كامب ديفيد من عام 1978 وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي، وتم الإعلان على التوصل لاتفاق في 17 سبتمبر من عام 1978 وتوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض في اليوم التالي، لتستكمل عملية تمهيد الطريق نحو معاهدة السلام التي تم توقيعها في 26 مارس من عام 1979 بين مصر وإسرائيل. أدت معاهدة السلام بين الجانبين إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء في 25 إبريل من عام 1982، وعودة السيادة المصرية إلى كامل تراب البلاد، فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، فاستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف. فأعلنت هيئة التحكيم الدولية في 30 سبتمبر من عام 1988 حكمها بالإجماع بأن طابة هي أرض مصرية، ليتم بالفعل رفع علم مصر عليها في 19 مارس من عام 1989.